يا الله صار الصبح، واو اليوم كلش فرحان، اليوم اول يوم برمضان واليوم راح اصوم ولحد ما يجي المغرب يلا افطر، ولو شي صعب هذا علي بس يلا خلي اتحمل لان هذا الصيام واجب علينا. يلا خلينا نروح اشوف اختي. هلا اختي صباح الخير. هلا وهلا وصباح النور. اختي اليوم انت صايمه؟ اي طبعا صايمه. اي عافيه عافيه اختي. اي لا ايش عبالك انا اصوم. اي كل زين. واقول لك الفطور بيسع، تعرفين انت بيسع الفطور؟ تقريبا بالسبع هيك وقت تقريبا. زين اقول لك زين انا عارفه انت كلش تحبين الاكل، متاكده احنا حضلين الساعه 7؟ اي طبعا طبعا شو اسوي لعد لازم اصوم شو اسوي. اي عافيه عافيه. يلا لعد انا حروح للاسواق اشوف اليوم شو احتاجين للفطور. اوكي يلا يلا روح لتسخر. اوكي اوكي يلا باي باي. يلا باي باي. اوف يا رباني كل جعت، شو اسوي هسه؟ خل اشوف شكل المطبخ. اوه والله كل جوعانه اني، اريد اكل بس لا 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 احاول اتحمل، ما يصير هسه افطر لا لا، خلي ابقى لليل، ما بقى شيء ولليل، يلا عادي عادي، خل اشوف شكل الثلاجة. اوه هاي شنو اكل لحم؟ اوه كل شيء اكو، اوف يا رب ايش راح اسوي؟ اوه يلا يلا خلي اقعد، بلكي اقدر اتحمل، يلا يلا خلي اقعد. اي يلا خلي اروح اتسوق، يعني اليوم اول يوم رمضان واني كل شيء مشتهي، يلا حتى اجيب كل الاكل واسوي كل انواع الاكل. لان هاي اختي تحب الاكل كلش هوايه، فلازم اجيب لها كل انواع الاكل. اي وصلت للاسواق. هلا عمو. اهلا ابني. عمو اريد دجاج وستيك وتفاح وعصير، ايش قد يصير المجموع؟ 6 دايموند ابني. اوكي اوكي هاي 6 دايموند. اي هسه كل شيء تسوقت. الله اليوم راح اسوي فطور كلش حلو بكل انواع الاكل. واو انا كلش فرحان. انا كلش احب رمضان اني. يلا خلي اروح لاختي اعطيها المسواق، بس اخاف من اختي لا تروح تاكل لان اختي كلش تحب الاكل. افتح الباب. منو؟ اجيت اجيت. اني اني. اجيت اخوي. هلا اختي. هلا هلا يلا تعرف. اقول لك انت خو ما اكلتي. دير بالك لا تنسين. لا 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 ما اكلت اي شيء. شنو جبت لنا اكل؟ اي عفية جبت ستيك ودجاج وتفاح وكل شيء جبت. اوكي؟ يلا طنيا طنيا. يلا هات شنو؟ بس دير بالك تاكلين. لا لا هذا الفطور. اي طبعا الفطور طبعا قبل انا راح افطر. يلا يلا عافية. يلا اوكي راح اروح هسه انا بغرفتي. اوكي؟ اوكي اوكي. يلا خلي اقعد على الحاسبة شويونة. يلا خلي افتح الحاسبة والعب ماينكرافت لان كلش ضايج. الله لحم وستيك وتفاح وعصير، اوف يا رب كل جعت حتى بطني قامت توجعني من الجوع، اسوي اكل؟ دين اكل ما ادري اكل ولا لا، اوف يا رب ايش اسوي؟ ما ادري يلا خل اروح، لا لا يمكن ما لا لا ما اريد اكل ما اريد اكل، لا لا خل اروح الغرفه احسن، احسن شيء اجيب موبايلي واشوف ايش رافعين فيديوهات جديده ماني كرافت، يخلي التي التي احسن، سام ما ادري شنو اذا اروح المطبخ كل شويه راح اجوع، يخلي اقعد باب المباراه احسن. ايه هسه كملت لعب، يلا خل اروح اشوف اختي ايش قاعد تسوي. هلا اختي. شنو ايش قاعد تسوي؟ ما جاي اسوي شيء، اريد اضمن بالثلاجه بس ما عندي شيء. عشان التوست بيدج. ما عندي شيء اخوي. بس ردت احطه بالثلاجه ما عندي شيء. يلا اوكي دير بالك تفطرين دير بالك. اوكي لا لا ما افطر ابد شلون، لا لا حرام ما افطر. يلا يلا راح اروح انا العب يا اصدقائي. يلا باي باي. يلا باي 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 باي. يلا خليني اروح العب يا اصدقائي، يعني ما اتحمل اضل هيك قاعد وانتظر الفطور، كلش اجوع جوع بالزايد. اوف يا رب جحت كل جحت، ديني راح اقدر اتحمل للفطور؟ لا لا لا، ديني اذا اكل اكل شويه، ايش شوي اكل؟ اي مو جحت والله جحت ما اقدر، لا لا خل اروح المطبخ خل اروح. اوف شنو اكل؟ الله توست، انا كلش عاجبني اكل توست، جبنا شنو بالثلاجه؟ اوف هاي شنو كباب؟ ستيك لحم، كل جحت ما اقدر، لا 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 ما اقدر، ما اقدر، شلون اكل اني يا ربي بعد ما اتحمل؟ لا 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 خلي اكل، كل جحت. بعد ما اقدر لا لا بعد ما اقدر بطني كلش قامت توجعني يلا يلا راح هذا الكباب واكله يلا خليني اكل خليني اكل الله والله طيب الكباب. اي كملت لعبه يا اصدقائي ما بقى شيء يصير اذان ونفطر الله مشتي الاكل كلش. افتح الباب. اي جيت جيت. هلا اختي. اقول لك انت بس لا فطرتي وكلتي انا عرفت تحبين الاكل كل شويه. لا 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 ما افطر ما افطر اني. اي عافيه عافيه. اي عافيه تحملي وما بقى شيء هو بس هالشهر هذا. اي 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 اي. وش وقت يصير الاذان؟ ايش تاخرت وبعد ما صار الاذان؟ اي اي اذن. يلا خليني اكل على السريع. يلا اختي تعي اكلي اكلي افطري. اي اي. يم. ايه الحمد لله والشكر اكلت، اوف كنت كلش جوعان، يلا الحمد لله اليوم قدرت اتحمل اليوم اول يوم رمضان، واختي همينا صامت انا كلش فرحان اختي تحملت واخيرا صامت. اي يا الله صار الصبح، اليوم خليني اروح للشغل واجي وقت الفطور، احسن احسن اظل قاعد بالبيت.
هلا اختي. هلا وهلا. اقول لك انا راح اروح للشغل اوكي؟ اي احسن احسن. اي كل زي وانا اجي وقت الفطور. اي احسن احسن زين تسوي. اي بس اقول لك دير بالك تفطرين. لا لا ما افطر. انتبهي. ما افطر. اي اي اي. اي لا تفطرين. يعني نفطر انا سوا وقت الفطور اوكي؟ اي طبعا طبعا. يلا يلا عافية. يلا, يلا. يلا باي باي. باي باي. اي واخيرا هاي اختي اول مرة تصوم برمضان. واو انا كلش فرحان راح تضعف. هي بس تاكل وسمينة. ايوه اخيرا اخوي راح للشغل وما يجي الا وقت الفطور. يلا يلا هاي فرصتي خلني اروح اطلع كاب من الثلاجه واروح اشوي واكله. يلا يلا خلني اروح. اي خلني اطلع شيش كباب. يلا يلا خلني اطلع حتى اشوي برا حتى ما يشتمون ريحه بالبيت. اي انا حتى يشوي. يلا اثنين. لا لا خلني احط اربع شيش كباب كلهم واكلهم. إيه اليوم كملت شغل من وقت. يلا خلي اروح بالبيت ارتاح حتى يصير وقت الفطور وافطر. يلا خلي اروح البيت. جي 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 جي. هلا خاله شلونك؟ هلا هلا ابني. إيه؟ شو اسالك سؤال. اي اي خاله تصومون؟ لا ليش ما نصوم؟ طبعا نصوم. متاكد تصومون؟ اي اي نصوم اكيد. بعد اشوف ريحه كباب طلع من بيتكم ما شوي. شنو الريحه من قاعد ياكل عندكم؟ لا لا مستحيل مستحيل ماكو شيء. شنو الريحه اشتمشتم روح بيتكم وشوف. لا انا عبالي انتم كلكم فاطرين. لا لا احنا صيام مستحيل خلاص انت غلطان يمكن جاي من غير مكان الريحه هاي. ما ادري بس انا اشتميت ريحه كباب وشفتها من يومكم يعني طلع حتى الدخان شفته من يومكم. ها اوكي انتم عبالي فاطرين. اوكي يلا انا حروح انا اوكي. يلا باي باي. باي باي, باي. ايوه اخيرا كمل الشمي. يلا انا خلصتها خلصتها على السرع النار حتى ما حد ما يجي ويشوفني. يلا يلا ايه خلنا اكل كمان. كل جوعان طيب. شنو المرة تقول اكو ريحة كباب تطلع من بيتكم؟ لا لا مستحيل. معقولة احنا اختي قامت تشوي وتاكل؟ يلا خلينا نشوفها على السريع. افتح الباب افتح الباب. اجي اجي اخوي اجي. ها اجي اجي اخوي اجي. ايه ها راني. ها اخوي. اقول لك شو انت قاعد تسوين؟ ما جاي اسوي شيء كنت قاعد اتفرج على التلفزيون. ايه اقول لك لحد اشوف الجوارين تقول اكو ريحة كباب طالعة من بيتكم. لا هاي متوهم احتمال مو شرط احنا يعني قريب. احتمال ذاك البيت قاعد يشوي. اقول لك خاف انت كذابة. والله اذا كذابة موتك. سمعتي؟ لا اخوي انا ما اكذب عليك. قبل انا اكذب؟ ما تكذباني. اي عافية لا تكذبين. بس اقول لك عشان بعدني شاك. شوف حقك خليني اشوف اكو كله ولا لا. لا لا ما يصير. شوف شوف حقي. لا ما اريد ما اريد راح اروح انا. لا 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 تعي تعي تعي. انت خاف قاعد تكذبين. فتح حقك يلا فتح حقك. ما تكذب شعفني امشي مخر يلا. والله شو اسمعي زين. اي اذا طلعت انت شاوي وانت ماكله بعد حتى بالفطور ما خليش تاكلين اوكي؟ اي ليش يا اخوي ليش؟ يعني انا قبل شو مسويه؟ جاي اقول لك مو اني. يلا يلا اوكي بس انا من غد بعد ما اطلع من البيت اظل من الصبح لليل بالبيت واشوفك اتابعك اوكي؟ اوكي اوكي يلا. اوه يلا يلا خليني اقوم اليوم كل شوي تاخرت بالنوم. انا اشوف اليوم ايش عندي شغل. اوف تذكرت انا لازم اليوم اروح للمحل متوعد وعالم يجون اليوم. اوه شو حسوي انا شو حسوي هسه زين ما ارد اعوف اختي خاف هاي من عفوا تقوم تاكل وتفطر لان اعرف بيها كلش تحب الاكل. اوه يلا يلا خليني اوصيها قبل ما اطلع. انا اشوفها وين اختي وين اختي. اوف ماكو اختي بالصاله كل ما اعوفها القاها بالمطبخ. ها هلا اختي. ها ها اخوي شلونك ايش تسوي هنا؟ ماكو شيء كنت افطر بالمطبخ. اقول لك باعي انا اليوم راح اروح للشغل اوكي؟ ايه؟ بس راح اوصيك المره الاخيره دير بالك تاكلين اوكي اختي ما ادري تاكلين. لا طبعا ما اكل قبل ما اجذب عليك. وش تضربين؟ ما تاكلين اوكي؟ ما اكل يلا ما يخاف. يلا يلا باي باي. يلا باي 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 باي. اي هسه اخوي راح يلا هسه فرصتي حتى اكل. اي خطيه اخوي دائما يوصيني يقول لي صومي صومي بس انا ما اقدر انا احب الاكل ما اقدر اعوف الاكل. اوف يا رب ايش اسوي يلا خليني اكل خليني اكل. طلع عادي دجاج. اليوم خلي اشوي دجاج عجبني كلش الدجاج خليني اكل. خليني اشوي دجاج. انا كلش احب الدجاج. يلا ما بقى شيء يمكن نص ساعه يستوي. يلا خليني اروح الشغل اليوم ما اطول بالشغل بس انا ما اعرف ايش بيه شو احس اليوم عباك ناسي فد شيء ما اعرف ايش بيه. ها نسيت موبايلي. اوه يلا خليني ارجع السريع اخذ موبايلي واطلع للشغل. يلا خليني اروح السريع على السريع. اي وصلت بيت يلا خليني اخذ موبايلي على السريع واطلع. اوف امنع الباب مفتوح. اوه يمكن نسيت اني سد الباب. يلا يلا خليني اخذه. اوه وين 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 موبايلي وين موبايلي. ها انا حفته بالمطبخ. يلا خليني اخذه. اختي ايش قاعد تسوين؟ ها اخوي ها شنو؟ شنو؟ ها شو قاعد تاكلين دجاج؟ ليش؟ ليش تاكلين دجاج؟ يا فاطرة ليش؟ ها؟ هاي ليش تاكلين دجاج؟ لا تضربني لا تضربني. اماني كل جعت وما قدرت قلت لازم اكل. شنو؟ شنو جعت؟ انا مو قلت لك ما يصير تفطرين؟ ها؟ لا تضربني تضربني اخوي تضربني. لا ما يصير بعد تفطرين. انا كل جوعانة وما قدرت تعرف بي انا احب الاكل ما اقدر اعوف الاكل.
شنو احب لك وش شنو احب لك شنو احب لك انتظرني وش قلت لك ما يصير بعد تاكلين ما يصير بس احنا هذا الشهر بس هذا الشهر يكمل وراه خلاص اكلي اوكي اوكي شوفي هسه هاي اخير فرصه لك اذا بعد شفتك راح تاكلين راح اقول لابويا سمعتيني زين شنو اقول لابويا تعرفين ابويا واذا ابويا سمع بيك راح يقتلك اوكي لا تقول لا تقول اه إيه بس تقول. اوكي ما اقول بس على شرط إيه؟ تصومين تكملين صيام هذا الشهر اوكي ما اخاف راح اصوم ما اخاف يلا راح اروح اخذ بالي واطلع يلا روح هاي دجاجه يلا هديها كافي تاكلين رجعي تفطرين وياي ما اخاف يلا باي 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 اوه شلون اخويا الدرب يعني افاطره دنس شلون هسه بس اقول لابويا اوف يا ربي دنس انا اكل اكل اوف ها شلون انا باختي اقولها صومي حرام وما تصوم وهي صارت كبيره بس ما تقبل تصوم اوه اي هسه خل اكل تفاح قبل لا يجي اخويا اي خل لحق خل لحق خاف يجي اخويا وما يخليني كل شيء اكل خل اكل ها شنو؟ جاء اخويا خلاص ضمن التفاح خلاص ضمن خلاص ضمن على السريع اي خلاص ضمن قبل يجي يشوفني اي كنا ماكو شي ماكو راح اقابلهم اي وصلت البيت يلا خلينا نشوف اختي افتح الباب افتح الباب اي جيت اخويا جيت هلا اختي شلونك؟ هلا اقول لك انت اليوم فطرتي؟ اكلتي؟ لا ما اكل اكيد طبعا اكيد اوكي العاد انا عندي حل حتى اعرف انت ماكله ولا راح اروح اشوف الثلاجه ايش عندك بالثلاجه؟ اوكي شو راح تسوي يا اخوي؟ الستيك الدجاج الكباب اوكي عافيه كل شيء موجود بمكانه كل شيء ما اكلت انا اي عافيه لعد يلا راح اروح انام اوكي وقاعدين وقت الفطور ما يخالف يلا اي انا اليوم كلش فرحان واخيرا اختي التزمت اليوم بالصيام واو يلا خلي اخلي فلوسي بالمتجر ها شنو التفاح؟ أجاب التفاحة هنا هاي التفاحة مأكولة هاي من أكل هاي التفاحة ماكو غير أختي أكيد يا أختي وينك؟ ها أخوي هاي شنو هاي؟ شنو التفاحة؟ شنو؟ هاي شنو التفاحة مأكولة؟ ها وين لقيت التفاحة؟ هاي شفتها بالمجر شو أداها بالمجر؟ إحنا كلنا نخلي بالثلاجة لا هاي متوهمة أنا ضميتها هناك من البارحة وين الفطور ضميتها لا أنت كذابة هاي التفاحة مأكولة أنت حافظتها لا ليش ماكلي؟ أنا مقلت شو تأكلين؟ مقلت شو تأكلين؟ تضربني أخوي تضربني أنا مقلت شو تأكلين بعد؟ أصبر أنا أحكيك أصبر ها؟ أنت ما تعرف شنو؟ أكو فارة بيتنا شنو؟ أكو فارة فارة فارة؟ إي شو سوى بيتنا الفارة؟ أنا شفتها ذاك اليوم فارة هي ذيك المرة حتى جت على كل وطردتها متأكدة؟ إي طبعاً آه إيه فصدقني الفارة ضارية عضتها إيه عبالي لأن إيش دا أقول هسه بيني وبين نفسي دا أقول زين هو أكل لحم وأكل دجاج معقول أختي تأكل تفاح وتعرف اللحم والدجاج إيه شفت هاي فارة صدقني إيه. أنا شفتها بعيني إيه أوكي يلا راح أروح أنا أوكي راح أنام يلا روح نام وش عندي إيش عندي ها خلوا راح أسوق أوكي مسواق ما عندي يلا خلوا راح أشتري مسواق يلا خلنا راح اسوق اليوم بدي اسوق كل شيء لان خطيه اختي كلش تحب الاكل واني جبرتها على الصيام بس لازم اجيب لها كل شيء وقت الفطور يلا خلنا راح اجيب لها كل شيء اي سوقت كل شيء اليوم راح اسوي اكبر سفره فطور واو كل شيء جبت هلا خاله هلا ابني هلا خاله شو قاعد تاكلين شو انت مصايمه لا ابني اني مريضه ما اقدر اصوم خطيه مو زي علي الصيام خطيه انا الحمد لله انا واختي اثنيناتنا صيام احنا صايمين بدايه رمضان شنو اي واختك اي اثنيناتنا نصوم اختك اني هسه توني كنت يمها وحطتني كيك وشربنا شاي انا وياها شنو ايه مستحيل لا هسه كنت يمها شربتوا شاي وكلتوا كيك اي طبعا اختك فاطره اوكي يلا باي باي خلا باي باي اوف هاي احنا اختي طلعت تكذب علي طلعت فاطره مو صايمه انا كاني جيتك اي وصلت افتح الباب اي جيت اقول لك انا مو قلت لك تفطرين هسه المره الجوالي تقول لك كنت يمها صبت لي اكل وشاي ها ليش تكذبين ها ليش تكذبين هاي بعد خلاص اليوم انا راح اقول لابويا خلاص راح اعترف لك انا صحيح فطرت بس شو اسوي يا اخويا مو تعبي احب الاكل وما اقدر اوكي هذا حكي قولي لابويا اوكي لا تقول لي هاي خلاص لا راح اقول لابويا انا ابوي عصبي واخاف يقتلني لا راح اقول لابويا لا راح اقول لابويا رانيا تعالي ابوي يريدك شنو ما يريد يريد يحكي وياك تعالي شنو انت بس قلت له اي قلت له لا ليش قلت له يلا تعالي اوف يا حتى تبطلين وبعد تصومين يلا امشي
اهلا بنتي، شلونش بنتي؟ زينة بابا زينة. بابا ليش ما تصومين؟ ابني قال لي هسه انه انتي صارش كم يوم تفطرين وما تصومين، ليش بنتي؟ بابا مو اني اجوع، ما اقدر اصوم، كلش احب الاكل. اي بابا مثل ما قلت لك، اني صار 4 ايام تكذب علي تقول لي اني جاي اصوم، بس هي ما تصوم تفطر. كذابة. اي بابا ايش اسوي ايش اسوي بابا، كلش اجوع. لا بنتي ما اتحمل بابا، ما اتحمل. لا. لازم اكل. ما يصير بنتي، ترى كلش حرام، ادخلي للنار. ما يصير هيك بنتي، لازم تصومين. اي بابا بس شهر. اي بابا ما يخاف ما يخاف، ان شاء الله احاول اصوم. يلا بنتي انا اخاف عليكم، انا اريدكم تلتزمون تصومون وتصلون. اي ان شاء الله بابا ان شاء الله. اي ان شاء الله ان شاء الله بابا. اوكي احنا راح نصوم اثنيناتنا. اوكي راني راح تصومين مو؟ اي ان شاء الله ما يخاف ان شاء الله اصوم. يلا يلا اوكي اوكي بابا راح نصوم احنا. اوكي اوكي ابني، عافية عليكم عافية. يا الله صار الصبح، واو اليوم كلش فرحان، اختي راني راح تصوم وياي، واخيرا ما راح اظل بس اني اصوم، لان ابوي خطي رجال مريض ما يقدر يصوم، بس راح نصوم انا وياها. يلا يلا خلينا نروح للشغل. يا ساني كملت شغلي، يلا خلينا نروح للبيت. ماكو احد، وينهم؟ اوف ماكو احد، يلا خلينا نروح افتر من ورا البيت. اختي 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 ها خبطني. ها شويش ميتة جوعاني. انت جعتي؟ اي راح اموت من الجوع. يلا يلا ممكن ما بقى شيء على الاذان وحتى نفطر. يلا تعي 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 خلاص هو صار الاذان. يلا تعي تعي يلا 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 خلنا اكل ناكل. اي يلا اكل. يلا يلا خلنا اكل. اي واخيرا الله والله طيب. والله طيب. اي عافية عافية اختي، ارديكي شي دائما تصومين. اي طبعا طبعا اخوي اكيد لازم اصوم. عافية. ولينا حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو، اذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة، والتقيكم بفيديو جديد. مع السلامة.